وانا قلت انا حاطط الكفن بتاعي في عربيتي، في عربيتي، لان ضامن الاخره، لاني بشتغل باخلاص وانا متاكد من نفسي، متاكد من نفسي ان انا بشتغل باخلاص لا غايه لي. فعشان كده بقول اللهم اجعل الشهاده هي طريقي عشان اضمن الاخره. الحقيقة الحقيقة الإخلاص أصبح بيتقبله الناس بالتشكك، يعني في ناس كتير جدا عمالين بيتشككوا في إن أنا بعمل ده لوجه الله. هم أحرار، هم ما تربوش ولا خرجوا من بيت زي اللي أنا تربيت فيه وخرجت منه.